بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسأله الجمهور على ان الصحابه عدول وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن العدالة وتعريفها وتعريفها آه ثم شرع بعد ذلك في بيان انها شرط في الراوي وان مجهول العدالة لا تقبل روايته وبما يكون التعديل تكلم رحمه الله تعالى عن نوع من العدالة او نوع او شخص احد الاشخاص الذين تكون العدالة لازمة لهم وهم الصحابة فقال الجمهور على ان الصحابة عدول قول المصنف الجمهور مراده بالجمهور هنا جمهور من تكلم في المسألة وليس المراد بالجمهور هنا جمهور من يعتد بقوله وذلك ان هذه المسألة وهي عدالة الصحابة حكي الإجماع عليها ممن حكى الإجماع عليها ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن الصلاح وإمام الحرمين الجويني والشيخ تقي الدين وجمع كثير من اهل العلم حكوا الاتفاق والاجماع على ان الصحابه عدول. واما الخلاف الذي اورده المصنف تبعا لغيره اي تبعا لابن الحاجب فان هذا الخلاف كما قال ابن قاضي الجبل انه خلاف شاذ وهو خلاف ممن لا يعتد بخلافه. ولذا فان التعبير بالجمهور قد تبع المصنف فيه غيره وهو ابن الحاجب والصواب عدم التعبير بالجمهور وانما التعبير بالكافه ونحو ذلك قال الجمهور على ان الصحابه عدول قوله الصحابه هنا الاستغراق فتشمل جميع الصحابه ذكرهم وانثاهم صغيرهم وكبيرهم كذلك فان من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ومات النبي وهو دون البلوغ فهو داخل في هذا الحكم الكلي اي كل الصحابه عدول وقول المصنف ان الصحابه عدول ذكر بعض الشراح وهو ابن مفلح أن المراد بالصحابة هنا الذين حكم بعدالتهم قال هو ممن أهو كل من جهل حاله فلم يعرف بقادح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الصحابة على ثلاثة أشخاص أطلق لفظ الصحابة على خاصة من صحبه وسيأتينا إن شاء الله ذلك وأطلقه على كل من صحبه مسلما وسيأتينا ذلك وأطلقه أيضا على معنى ثالث أوسع فأطلقه على كل من صحبه وإن كان منافقا أي ممن هو ظاهره الإسلام وقد جاء في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أصحابي إثني عشر منافقاً فقوله ان من اصحابي اي ممن صحبني ممن يظهر الاسلام اثنا عشر منافقا. وهذا يدلنا على ان من عرف ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام وعرف نفاقه فانه ليس بعدل. وهم معروفون الذين كان كانوا منافقين معروفون فقد عرف النبي فقد عرف الله عز وجل نبيه اياهم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه اسماءهم واحدا واحدا فكان حذيفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك النبي اذا ترك الصلاه على احد ترك كبار الصحابه الصلاه عليه. وهذا يدل على ان عامه الصحابه وخاصه كبارهم قد عرفوا المنافقين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا نظرت في الاصابه لابن حجر فانه يورد بعض الذين ترجموا و... 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 وادركوا النبي صلى الله عليه وسلم واظهروا الاسلام وذكر انهم قد رموا بالنفاق فعد جماعه الذي يهمنا هنا ان من رمي منهم بالنفاق وعرف ذلك منه فانه ليس بعدل لانه ليس بمسلم وهذه تدلنا على فائده استقراها ابو الحجاج المزي رحمه الله تعالى فإن أبا الحجاج المزي صاحب التهذيب قال لا يعرف أن رجلا رمي بالنفاق روي عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله قال ابن حجر وابن حجر هو أشمل وأجمع كتاب ألف في عد الصحابة هو كتابه الإصابة وقد مكث فيه أكثر من يعني عشر أو عشرين سنة نسيت الآن بالضبط كم مكث في كتابه إذا فقول المصنف <applause> أن الصحابة كما قال ابن مرادهم من جهل حاله وأما من علم حاله بالتزكية من الله عز وجل فهو عدل بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرف حاله بأنه منافق بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإنه ليس بعدل لأنه ليس بمسلم ولم يروى عن واحد منهم حديث لأن الصحابة عرفوهم فلم يأخذوا عنهم ولم يعني يحمل يحمل عنهم شيئا من العلم. نعم. قال ان الصحابه عدول معنى كونهم عدولا ليس معنى ذلك انه لم يحدث من احادهم معاص او لم يصدر من احادهم مفسق. فانه قد ورد عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم انه تصدر منهم الهفوات وتقع منهم الذنوب ولا شك في ذلك. وانما المراد بكونهم عدولا انهم لم ينتقلوا في اخر حياتهم الا وقد تابوا منها كما عبر بعض اهل العلم انهم لم ينتقلوا من دار العار الى دار القرار الا وهم طاهرون مطهرون تائبون ايبون ببركه صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العباره هي عباره الشيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله تعالى فالمقصود أن كونه عدلا لا ينفي وقوع المعصية من أحدهم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الحق أي وهذا القول هو الحق ولا شك أنه هو الحق لأنه هو الذي أجمع عليه العلماء إلا من شذ بخلافه ولذلك يقول محمد بن إبراهيم ابن الوزير من علماء اليمن قال وهذا المذهب وهو عدالة الصحابة هو مذهب أكثر أهل الإسلام من المحدثين والفقهاء وغيرهم قال بل هو المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب مشهور مستفيض حتى عند المعتزلة والزيدية في المقصود أن هذا الحق هو أن هذا القول هو الحق ولا شك فيه وكون الصحابة رضوان الله عليهم عدولا ينبني عليه عدد من المسائل من هذه المسائل أننا حيث حكمنا بأن الصحابة عدول فإن الحكم بعدالتهم يقتضي توثيقهم في الضبط ولذا فإن الصحابة لا يوصفون بالثقة وإنما يوصفون بالعدالة وقد ذكر الشيخ أبو حفص بن شاهين في كتابه اللطيف في مذاهب أهل السنة أن الصحابة رضوان الله عليهم أرفع من أن يقال في آحادهم إنه ثقة وانما يعبر عنهم وانما يعبر عنهم بانهم عدول في الدين لانهم هم الذين شهدوا التنزيل الامر الثاني الذي ينبني على كونهم عدولا رحمهم الله تعالى انه لا حاجه للبحث عن عدالتهم فحيث ثبتت صحابه صحبه احدهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه عدل الامر الثالث الذي ينبني عليه انه اذا ابهم الصحابي في الحديث كان يقول التابعي حدثني رجل من الصحابه فانه في هذه الحال نحكم بصحته لان ابهام الصحابي مقبول في الروايه لان جميعهم عدول وقد نص على ذلك الامام احمد فقال الاثرم في كتاب العلل قلت لابي عبد الله اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل الحديث صحيح فقال نعم نقل ذلك عنه غلام الخلال في زاد المسافر المقصود أن الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل وجل لهم، فإنهم معدلون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إن الأدلة الدالة على عدالة الصحابة من الكتاب والسنة بلغت حد التواتر المعنوي، وهم نقلة الوحي ولا شك. نعم. وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين. نعم. قال وقيل هذا القول قال به. واصل بن عطاء فيما نسب اليه ونسب لواصل بن عطاء القول الذي بعده وعلى العموم كما قال ابن قاضي الجبل فان هذا القول واضح البطلان وفي غايه السقوط قال الى حين زمن الفتن اي ان الصحابه عدول الى حين زمن الفتن ومرادهم بزمن الفتن اخر خلافه عثمان رضي الله عنه وبناء عليه فما روى روى الصحابه قبل الفتن التي حدثت فإنه يكون مقبولا وأما بعدها فإنه لا يكون مقبولا كما سيأتي في كلامه نعم قال إلى حين زمان الفتن قال فلا, يقب فلا يقبل الداخلون قوله فلا يقبل الداخلون معنى ذلك أن الداخلين في الفتن من أي الفريقين لا يقبل خبرهم إلا بعد ثبوت عدالتهم فلا بد من تعديلهم من احد من اهل العلم فلا بد من تعديلهم قال لان الفاسق غير معين وهذا قال لان احدى يعني عللوا ذلك قالوا لان احدى الطائفتين في الفتن التي حدثت تكون فاسقه وهم غير متعينين فحينئذ نقول لا يقبل من دخل في تلك الفتن وهذا القول يعني أطال عليه الشيخ محمود شكري وهو أحسن من أطال في الرد على هذا القول في كتابه المسمى بالأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية أطال جدا في إبطال هذا القول في صفحات طويلة نعم وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا نعم قوله وقالت المعتزلة المراد بعضهم وهذا كثير في كتب الأصول أن يقولوا أن يقولوا قالت المعتزلة ومرادهم بعض المعتزلة قال هم عدول إلا من قاتل عليا هذا القول نسب لعمر بن عبيد ونسب لغيره فجعلوا العبرة بمقاتلة علي لا بالفتنة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه والرد عليه مثل الرد على القول السابق وقيل هم كغيرهم نعم قوله وقيل هذا القول الرابع وهذا القول أخذ به أبو الحسن ابن القطان الشافعي من فقهاء الشافعية وليس هو المحدد صاحب بيان الوهم والإيهام فقد نقل عنه السخاوي وغيره أنه كان يقول إن الصحابة كغيرهم في التعديل ومعنى كونهم كغيرهم أي كغيرهم من رواة الأحاديث والأخبار فيبحث عن عدالتهم فإن كان عدلا قبلت روايته وإن كان مجهول العدالة دخل في الخلاف السابق هل تقبل رواية مجهول العدالة أم لا نعم. نسأله والصحابي من رآه عليه السلام عند الاكثر مسلما او اجتمع به. <applause> نعم. هذه المسأله اورد فيها المصنف رحمه الله تعالى حد الصحابي. لانه ذكر له حكما كليا ان كل صحابي يكون عدلا. فلا سبب بعد ذلك ان يذكر من هو الصحابي الذي يكون عدلا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحابي فبدأ بأول الحدود. وهذا الحد الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكر أبو المظفر ابن السمعاني في القواطع أنه حد أهل الحديث وطريقتهم فإن علماء الحديث على هذا الحد وممن نص على هذا الحد الإمام أحمد كما يعني سأذكره عندما ننتهي من بيان معاني ومحترزات هذا الحد والبخاري وغيره من علماء الحديث فكلهم نصوا عليه يقول الشيخ والصحابي من رآه عليه السلام قوله من رآه مراده بمن رآه اي من رآه بعينيه يقظة لا من رآه في منامه فليس الرائي في المنام يصدق عليه انه صحابي وانما المقصود بالرؤية رؤية العين يقظة لأن هذا هو الأصل في الرؤية وبناء على ذلك فإن قوله من رآه عليه السلام يدخل فيه كل من رآه وهو مسلم سواء روى عنه حديثا او لم يروي عنه شيئا كذلك يدخل فيه من رآه ومات في حياته، أو من رآه وهو صغير ثم كبر بعد ذلك فإنه يكون داخلا في عموم الصحابة، لأن بعضا من أهل العلم يرى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يدركه كبيرا فليس داخلا في الصحابة الذين يكونون معدلين، وليس ذلك كذلك بل إن كل من رآه يصدق عليه ذلك. يخرج من هذا الحد من آمن به في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يره. كالنجاشي وغيره ممن لم يروه وهم الذين يسمون بالمخضرمين ومنهم شريح ومنهم ابو مسلم الخولاني وجمع من اعلام التابعين رضوان الله عليهم والذي عليه اكثر اهل العلم ان هؤلاء لا يدخلون في فضل الصحابه وحكمهم بالتعديل وانما ياخذون حكم كبار التابعين رضوان الله عليهم وللخلاف فيهم فإن الحافظ أبو الفرج ابن حجر رحمه الله تعالى عقد قسما وهو القسم الرابع أورد فيه الذين أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه لأن بعضا من العلماء أدخلهم في حكم الصحابة قال عند الأكثر لأنه سيأتي بعد قليل من خالف في هذا الباب قال مسلما عبر المصنف بالإسلام ولم يعبر بالإيمان وهو الأنسب موافقة للقرآن فإن الله عز وجل نفى عن الأعراب كونهم مؤمنين وحكم عليهم بالإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولذلك التعبير بالإسلام أنسب من غيره وقول المصنف إن الصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أي كان مسلما عند الرؤية فقوله مسلما هي حال للرؤية وبناء على ذلك فإنه يدخل فيه أربع صور. الصورة الأولى أن يراه مسلما ويموت على الإسلام. فهذه بإجماع أهل العلم أنه يكون حينئذ من الصحابة. وعليه عامة أسماء الصحابة الذين نعرفهم. الحالة الثانية أن يراه مسلما ثم يرتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى الإسلام ويراه مرة أخرى. فكذلك يكون له حكم الصحابة. وهذا يأخذ حكم الصحابة باللقاء الثاني وهو من الصحابة بإجماع أهل العلم. ومثلوا له بعبد الله بن سعد بن أبي السرح. الحالة الثالثة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم ارتد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى الاسلام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فقالوا هذا ايضا ياخذ حكمه كذلك فيما رجحه ابن حجر في مقدمه الاصابه. الرابع قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم ارتد اما في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعدها ولم يرجع للاسلام الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يأخذ حكم الصحابة أم لا؟ طبعا له عدد كبير من الصح من من يكون كذلك مثل قرة ابن هبيرة والأشعث بن قيس وعطارد بن حاجب التميمي وغيرهم وهم جماعة كثيرون. فهل هؤلاء يأخذون حكم الصحابة أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم والذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى أنهم يأخذون حكم الصحابة من حيث التعديل ولكن عمر رضي الله عنه كان لا يولي على الأمصار ولا على الجيوش احدا ممن ارتد ثم اسلم فدل ذلك على ان رتبتهم اقل من رتبه الاوائل ولكنهم ياخذون حكم التعديل على اصح قولي اهل العلم بقيت معنا الصوره الخامسه التي هي شكلا داخله ولكنها يجب ان تخرج وهو من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد ومات على كفره سواء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته مثل عبيد الله بن جحش فقد ارتد في الحبشه ومات في الحبشه نصرانيه ومنهم ايضا ممن من ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيعه بن اميه الجمحي فقد ارتد في عهد عمر ومات مرتدا نقول هؤلاء لا ياخذون حكم الصحابه باجماع اهل العلم فانهم ليسوا صحابه ولم يرو عن واحد منهم حديث لا قبل ردته ولا بعدها ولذلك زاد بعضهم في هذا التعريف الذي اورده مصنف قيدا فقال مسلما ومات على الاسلام لكي يخرج الصورة الخامسة التي ذكرت لكم قبل قليل نعم قال الشيخ أو اجتمع به معنى أو اجتمع به أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحضر عنده وقول وقوله في التعريف أو اجتمع به هذه الجملة أتي بها لغرض وهو دخول الأعمى فإن الأعمى لا يرى النبي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع على ان العميان من اصحاب النبي ممن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقد لقيه انه من الصحابه فارادوا ان يدخلوا من كان اعمى ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الصحابه فزادوا هذا القيد وهو قيد او اجتمعوا او اجتمع به. لكن هذا التعبير وهو القيد او اجتمع به الحقيقه ان فيه اشكالا من جهه انه يفيد المغايره بين الرؤيه والاجتماع. فيقول إن من اجتمع به ولم يره فهو صحابي كالأعمى وهذا واضح وظاهر كلامه أن من رآه ولم يجتمع به فهو صحابي كذلك وهذا غير متصور فلا يتصور أن أحدا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به وقد أورد هذا الإشكال ابن نصر الله فقال إن هذا الإشكال او ان هذا التعبير يقتضي اعتبار اي واحد من الرؤيه والاجتماع والصواب ان نقول ان ما ذكر ان الصواب ما ذكره بمفلح ان قوله او اجتمع به هي في الحقيقه تفسير للرؤيه فيكون معنى الرؤيه الاجتماع وعباره بمفلح اي اجتمع به لما قال رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيجتمع به وهنا ينحل الإشكال في قضية التي في الإشكال الذي أورده ابن نصر الله نعم قبل أن ننتقل للمسألة الثانية هذا هذا الحد نص عليه الإمام البخاري في الصحيح فقد قال البخاري في الصحيح من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ونص عليه الإمام أحمد في أكثر من رواية ومن هذه الروايات ما نقله إسحاق بن منصور كوسج في مسائله قال قلت لاحمد هل للصحبه حد تحده؟ قال قال هل للصحبه حد تحدده؟ قال لا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعه فهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق المنصور فسالت اسحاق بن ابراهيم فقال هو كما قال. وهذا يدل على ان الامام احمد واهل الحديث كما قال ابن الصلاح وابن السمعاني بعده كلهم على أن الصحابة أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به فإنه يدخل في حد الصحابة نعم إن كان مسلما ومات على الإسلام وقيل وقيل من طالت صحبته له عرفة وقيل وروى عنه نعم. قال الشيخ وقيل هذا القول الذي نقله المصنف بصيغة التضعيف نقله ابن السمعاني عن الأصوليين فقال هذا هو طريقة الأصوليين ونقله ابو الخطاب في التمهيد عن اكثر العلماء قال وقيل من طالت صحبته له عرفا اي الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما او اجتمع به اضافه للقيود السابقه في الحد الاول ان تكون صحبته قد طالت عرفا قوله طالت عرفا هذا الذي تكلم عنه احمد في روايه اسحاق لما قيل له هل للصحبه حد تحده به اي من حيث المده فقال لا فهنا ذكر المصنف التعريف الثاني والحد الثاني انه لا بد ان يكون يزيد بطول المكث والمصاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم واكثر الاصوليين على على ان حد الطول عرفي وقيل انه سته اشهر نقل ذلك عن سعيد ابن مسيب وقيل سنه وقيل سنتان. وعلى العموم فالحقيقه ان هذا القول لا تعارض بينه وبين القول الاول. فان النبي صلى الله عليه وسلم له استخدامان وان شئت قل ثلاثه استخدامات في في لمصطلح الصحبه. اوسع الاستخدامات هو كل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ولو كان اسلامه في الظاهر فيدخل فيه المنافقون ومنه الحديث الذي اوردت لكم في صحيح مسلم. النوع الثاني من راه مسلما ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم الذين يكونون عدولا وهم الاصل في الصحابه. النوع الثالث ان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الذين اطالوا مصاحبته زمنا طويلا واختصوا بمجالسته. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي اصحابي فلو انفق احدكم مثل جبل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وهذا يدلنا على ان المراد باصحابه هنا مع انه خاطب عموم اصحابه ان المراد باصحابه هنا هم من اطالوا ملازمته ومصاحبته عليه الصلاه والسلام. وقد نبه لاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المعنيين الثاني والثالث جماعة منهم ابن الجوزي في تلقيح الفهوم أي فهوم أهل الأثر وله رسالة يعني جزء كبير جدا مجلد طبع قديم اسمه تلقيح فهوم أهل الأثر أغلبه في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لا تعارض بين الأول والثاني نعم ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض نعم الحنفية طيب قال وقيل وروى عنه أي ويزايد قيدا آخر وهو الروايه أي نقل العلم عنه وهذا القول الذي هو عبر عنه المصنف وقيل وروى عنه ممن قال نقله ابو الخطاب عن, أب عن 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 الجاحظ واظن ان الشوكاني يقول به في ارشاد الفحول اظن ذلك نعم ثم قال الشيخ ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبه عند الاكثر هذه المساله التي اوردها المصنف هي طرق معرفة الصحابة. كيف يعرف ان شخصا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء ان طرق معرفة الصحابي طريقان اما عن طريق القطع او عن طريق الظن. فاما طريق القطع فهو اما ان يرد اثبات صحبته في القرآن. مثل ما جاء في القرآن من الدلالة على ان ابا بكر رضي الله عنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. اذ يقول لصاحبه لا تحزن تدل على مصاحبة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم او ياتي الدليل المستفيض من التواتر المعنوي على ان فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشره واكابر الصحابه فانه قد اجمعت الامه لوجود النقل المتواتر على انهم اصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من طرق معرفه الصحابي وهو الظن ويعرف الصحابي عن طريق بطريق الظن انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باحد طرق ثلاث اما بقول الصحابي انه صحابي او بقول التابعي ان فلانا من الصحابه او بوجود واحده من القرائن وهذه من وسائل الظن وسياتي او سيذكر المصنف رحمه الله تعالى واحده من هذه الوسائل وان لم انسى تكلمت عن الوسيلتين الأخرين بعدها. نرجع لكلام المصنف، يقول الشيخ ولا يعتبر العلم أي ولا يعتبر طريق العلم المقطوع به في ثبوت الصحابة، لأن ثبوت الصحبة يثبت بالعلم ويثبت بالظن كما ذكرت لكم قبل قليل. فقوله ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة أي أنه أي أن الصحبة تثبت بالعلم وبالظن معا. بالعلم وبالظن معا. وقوله عند الاكثر اي عند اكثر الاصوليين اي عند اكثر الاصوليين ولم يخالف في هذه المسأله الا بعض الحنفيه كما قال المصنف خلافا لبعض الحنفيه وقد ذكر في التمهيد وغيره ان الذي خالف من الحنفيه حكاه عنهم ابو سفيان وهو رجل من علماء الحنفيه غير معروف الترجمه اني بحثت عن ترجمته فلم اجد الا انه اسمه ابو سفيان السجستاني أظن أو نحو ذلك نسيت الآن ولم أجد له ترجمة ممن شهر في وأن له كتابا نعم لما نقلوا عنه قالوا إن له كتابا اسمه اللمع في أصول الفقه ولم يظهر لي من في كتب طبقات الحنفية ممن ألف كتابا اسمه اللمع وكنيته أبو سفيان لكن عموما نقل أبو سفيان الحنفي صاحب كتاب اللمع من الحنفية أن بعض أصحابي الامام ابي حنيفه قال لا طريق لثبوت الصحابه لثبوت الصحبه الا ما يوجب العلم وهو اما القران او التواتر والاستفاضه. نعم. فلو قال معاصر عدل أن صحابي قبل عند الاكثر. نعم، بدا يتكلم المصنف هنا عن طريق من طرق الظن في اثبات الصحبه، وقلت لكم ان طرق الظن ثلاثه، اما ان يقول الصحابي عن نفسه انه صحابي او يقول التابعي عنه انه تابعي او ان تاتي القرائن، نبدا اولا بالظن الاول وهو قول الصحابي عن نفسه. يقول الشيخ فلو قال معاصر مراده بمعاصر اي معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء ان الضابط ليكون المرء معاصرا له صلى الله عليه وسلم ان يقول انه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأقل من بنحو مئة بأقل من مئة عام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشر قال لا يبقى على رأس مئة سنة أحد ممن هو اليوم وبناء عليه فمن ادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مئة سنة من ذلك الوقت فإنه <applause> لا, لا تقبل دعوة ولذلك حدوها بسنة مئة وعشر نص على هذا كثير من أهل العلم منهم الحافظ والسخاوي والعطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع وكثيرون مشوا على هذا على هذه القاعدة وبنوا عليها أن كثيرا ممن ادعى أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الكذبة ترد دعوة ومن أشهرهم صاحب الجزء المخطوط وبحمد الله لم يطبع وهو رتن الهندي وغيره من الكذابين الذين ادعوا الصحبة وقد ذكر أبو حاتم اثنين أو ثلاثة في كتاب الجرح والتعديل أو ابن أبي حاتم ذكر اثنين أو ثلاثة منهم في كتاب الجرح والتعديل إذا قوله قال معاصر ضابطه عند الأصوليين من قال ذلك قبل أن يموت سنة مئة وعشر فتعتبر المعاصرة بمضي سنة 110 من الهجرة وقوله عدل آه هذه الجملة أتى بها المصنف لفائدة قالوا لكي لا يلزم الدور لأنه إذا كان عدلا وقال أنا صحابي فإنه يكون قد اكتسب وصفا زائدا على العدالة وأما إذا لم يكن عدلا وقال إنه صحابي فكأنه عدل نفسه بذلك. فلا بد من العداله. فكأنه يقول انا عدل فلا يقبل. طيب فقال فلو قال معاصر انا صحابي طبعا قد لا يأتي بها بهذه الصيغه وانما يؤتى بصيغ قريبه منها. ومثلوا لذلك قالوا اذا قال رجل صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصريح الصاحب بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه قال أنا صحابي ومن أمثلة ذلك ما جاء في البخاري أن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى روى عن سنين أبي جميلة ثم قال الزهري رحمه الله تعالى: وزعم ابو جميله انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. هذا مثال لقوله صحبت واما امثله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيره. ولذلك لما ننظر في ما كتبه علماء الذين ترجموا للصحابه رضوان الله عليهم نجد انهم يعتمدون كثيرا على الاحاديث التي رويت وفيها ان الصاحب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فياتي المستدرك عليهم مثل استدراكات الحافظ على ابن عبد البر بالخصوص فيستدرك المستدرك عليهم بان التصريح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. وانما هو جاء من بعض الطرق دون بعضها. لكن نقول لو ثبت ذلك فان هذا مما يدل على انه من الصحابه. قال فلو قال معاصر عدل انا صحابي وعرفنا ما يقوم مقامها او نحوها من الالفاظ. قال قُبِل اي قُبِل ذلك وحكم بانه من الصحابه العدول. قال عند الاكثر اي عند اكثر اهل العلم وجزم بهذا القول عامه فقهاء الحنابله منهم القاضي وابو الخطاب والموفق والمجد ونسبه ابن عقيل لاصحاب الامام احمد ولم يحكي عنهم خلافا في المساله. وقول المصنف عند الأكثر يدل على أن المسألة فيها خلاف وهذا الخلاف والعلم عند الله عز وجل فإن أبا عمرو بن الحاجب لم يطلع عليه لأن أبا عمرو بن الحاجب لما ذكر هذه المسألة قال احتم احتمل الخلاف يعني يحتمل أن فيه خلافا مما يدل على أنه لم يطلع على خلاف في هذه المسألة ولكن هذا الخلاف معروف عن بعض من الفقهاء فممن نقل عنه ذلك انه نقل عن ابن القطان فقد قال ابن القطان ومن يدعي صحبه النبي لا يقبل منه حتى نعلم صحبته ليس بمجرد دعوه وممن انتصر لهذا القول من المتاخرين البلقيني في شرحه لمقدمه ابن الصلاح فقد ايد هذا القول وراى ان مجرد إثبات الصحابي لنفسه الصحبة لا يلزم منها كونه صحابيا وممن مال لهذا القول من الحنابلة الطوفي في مختصره ورد عليه ابن نصر الله في شرحه للمختصر المسمى بسواد الناظر ورد عليه من أكثر من جهة من هذه الجهات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العمال للآفاق وكلهم يقول انا صاحب الرسول ونائبه اي وكيله في هذا العمل فقُبل قولهم فدل على ان قول الصاحب انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون كافيا في اثبات الصحبه ومن ذلك قالوا ان الصحابي لو روى حديثا وهذا الحديث فيه نفع له كحق مالي مثلا قُبل فمن باب اولى اذا روى حديثا وكان ذلك الحديث يثبت صحبته تبعا طيب قبل أن ننتقل مسألة بعدها قلت لكم إن العلماء يقولون إن طريق الظن لمعرفة الرجل أنه من الصحابة أم لا ثلاثة قول الصاحب أنه صحابي وذكرها المصنف والثاني قول التابعي إن فلانا من الصحابة وهذه المسألة لها كثيرا ما تأتي عند التابعين فإن كثيرا من التابعين يقول حدثني فلان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون ذلك من القرائن أو أو من الأدلة الظنية على أنه صحابي أم لا؟ ذكر في شرح الكوكب وهو ابن النجار أنه لا يكون صحابيا بذلك، والحقيقة أن هذا القول من ابن النجار فيه نظر بل إن منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل على خلاف ذلك. فقد جاء في رواية الأثرم أن أحمد قال: إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسب ولم يسمه فالحديث صحيح. فحكم عليه بالاتصال. فإذا كان قول التابع إن المبهم صحابي مقبول فمن باب اولى اذا قال ان هذا المسمى اسمه انه صحابي يكون مقبولا من باب اولى ولذلك فان قول صاحب شرح الكوكب غير صحيح ابدا بل هو مخالف لمنصوص احمد بل الذي عليه اكثر علماء الحديث كما قرره الحافظ ابن حجر في الاصابه فقال ان اكثر علماء الحديث على ان نص التابعي مقبول وتثبت به الصحبه الأمر الثالث من القراء من, من من الأمور التي تثبت بها الصحبة ظنا هي القرائن والقرائن كثيرة فعدوا من القرائن أولا قالوا كل من ولد من الأنصار والقرشيين في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل من ولد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له بالصحبة لأن من عادة الصحابة رضوان الله عليهم ويخص منهم القرشيون والمدني والو والأنصار رضوان الله عليهم أنهم إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحنكه عليه الصلاة والسلام من القراء التي أوردوها قالوا إن كل من مات في حروب الردة فهو من الصحابة رضوان الله عليهم لأن الوقت قريب فدل على أنهم من الصحابة من القرائن كذلك. قالوا كل من ولاه أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما أمارة في جيش فإن عمر رضي الله عنه وكذلك أبو بكر لم يكونوا يولون على أمارة الجيوش والأمصار إلا الصحابة بل إن من ارتد ثم أسلم بعد ذلك لم يكونوا يولونه كما مر معنا فدل على أنها قرينة على كونه صحابيا من القراء كذلك قال كل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده مسلما فعرفنا اسلامه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا ادراكه لكن لم نعلم اهو راى النبي صلى الله عليه وسلم ام لا اذا كان انصاريا او قرشيا فكل من كان انصاريا او قرشيا فانه نحكم بانه مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الله مكه له لم يبقى من القرشيين من لم يدن بالاسلام نعم مساله نعم يعني هذه المسألة أورد فيها المصنف رحمه الله تعالى ألفاظ نقل الصحابة رضوان الله عليهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. <applause> وهي المسمى عند العلماء بصيغ الرواية والتلقي. وقبل أن نبدأ بالصيغ التي أوردها المصنف من المهم أن أبين مسألة واحدة. وهي أن الصيغ التي نقل بها الصحابة رضوان الله عليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصيغ التي لا خلاف فيها وأنها صريحة في الدلالة على نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إذا قال الصاحب فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فإذا قال الصاحب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فإنه في هذا الحال هي صريحة أنه سمعه منه. وليس بينه وبينه واسطه وقد جاء باللفظ كما هو والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الصيغ المتفق عليها وانما اورد الصيغ التي فيها خلاف ولذلك يقول المصنف في مستند الصحابي الراوي فقوله في مستند اي في السند الذي يسند فيه القول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا قبل درسين ان سنتكلم عن السند والمتن فمن السند كل ما يتعلق بطرق التلقي. فقوله في مستند الصحابي الراوي اي الذي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب ان نزيد هنا من الامور المختلف فيها واما المتفق عليها فانه لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. مساله في مستند الصحابه الراوي فاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الاكثر وعند ابن الباقلاني وابن الخطاب لا يحمل نعم قول المصنف فاذا قال لم لم يعبر المصنف كما عبر صاحب الاصل بانه اعلاها لان بعض من الشراح قال ان هذا فيه تكلف ترتيب درجات مستند الصاحب أن فيها تكلفا وأن الصواب فيها آه عدم وجود هذا الترتيب وإن كان بعضها أقوى من بعض قال فإذا قال أي قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفي معنى ذلك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول الشيخ حمل كلامه على سماعه منه عند الاكثر اي ان هذه محموله على انه قد سمعه والا والا واسطه بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحمل مبني على الظاهر لا على اليقين لانه لم يصرح انه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا انه مبني على الظاهر لأن الأصل والغالب في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعوه وما رووه بواسطة فإن الغالب من شأنهم أن يذكروا الواسطة وقد أفرد الخطيب البغدادي بابا في الصحابي إذا روى عن غيره فإنه كان يسميه وهذا من تحريهم رضوان الله عليهم وهذا الحمل هو على الظاهر لأنه في بعض الأحيان قد يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يكن قد سمعه منه مثل ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه مره قال هذا ثم قال انه قد سمع ذلك من الفضل ابن العباس وغيره ايضا جاء ذلك عنه كابن عباس قال انه سمعه من ابي سعيد وعلى العموم سواء حُمل على السماع منه او حُمل على عدم السماع منه فكلاهما صحيح ومقبول على الحالتين لانه اذا حمل على عدم السماع فهو من مراسيل الصحابه والصحابه لا يرسلون الا عن صحابي والصحابي عدل. ولكن اكثر اهل العلم يحملونه على السماع وانه ليس بمرسل. قال حمل على سماع حمل كلامه على سماعه منه اي على سماع على سماع الصحابي للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر. قال المصنف عند الاكثر اي عند اكثر اهل العلم وهو الذي قطع به عامة فقهاء الحنابلة وأكثر العلماء إلا من ذكر المصنف أنهم قد خالفوا قال وعند ابن الباقلاني وأبي الخطاب لا يُحمل ابن الباقلاني وهو القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني حكي عنه في هذه المسألة قولان حكي عنه مثل قول الجمهور أنه يُحمل على السمع <applause> وهذا الموجود في كتابه التقريب وحُمل ونقل عنه مثل ما ذكره المصنف هنا انه محمول على عدم السمع فلا يُحمل على السماع اي يعني مظنون فيه لا يدرى سمع أم لم يسمع وقيل إن هذا القول ذكره في كتابه مختصر التقريب لما اختصر التقريب رجع إلى هذا القول ذكر ذلك بعض الشراح قال وابي الخطاب اي ان ابا الخطاب لا يحمل هذه الصيغه على السماع. لكنه يحملها على محمل اعلى من محمل ابن الباقلاني. ولذلك من الخطا ان نقرن قول ابي الخطاب بقول ابن الباقلاني. فان ابا الخطاب يقول ان قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى عندي من قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لان قوله سمعت بمجرد السماع وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم محمول أنه مما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم ونقل واشتهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فيكون من باب النقل المتواتر ووصل إليهم باب الاستفاضة نعم قال لا يحمل أي لا يحمل على السمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو متردد بين أن يكون الصحابي قد سمعه وبين أن يكون قد سمعه من غيره مثل ما مر عن أبي هريرة في حديث من أدرك الفجر جنوبا فلا يصوم لما روجع في ذلك وأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا صائما فقال سمعت ذلك من الفضل بن العباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم آه هذه المسألة ما هي ثمرتها نقول إن ثمرة في الخلاف بين ابن الباقلاني ولا نقول خلاف أبي الخطاب لأن أبي الخطاب يراه أنهم باب الثبوت ان الخلاف بين الباقلاني والجمهور ان الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا فنقول انه متردد بين السماع وعدمه فحينئذ يكون حديثا مرسلا والحديث المرسل من الصحابي هل هو مراسيل الصحابه هل هي مقبوله ام لا سياتئنا الحديث فيها واكثر اهل العلم على ان مراسيل الصحابة, الصحابه مقبوله خلافا لمن قال إن مراسيل الصحابة ليست مقبولة لأنه ربما حملها أو سمعها من تابعي وهذا القول ضعيف ووجوده في العقل نادر مسألة إذا قال أمر عليه السلام بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين ونقل عن داود قولان نعم يقول مصنف بدأ يذكر الصيغة الأخرى من مستند الصحابي وهو إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ونحوه أي ونحوه من الصيغ مثل أوجب وحرم وأباح وفرض وأما رخص ففيها طريقتان منهم من يقول إنها داخلة في الخلاف ومنهم من قال إنه لا خلاف فيها وسيأتي الإشارة إليها هذه الصيغ هل هي حجة فتكون محمولة على السماع أم لا؟ آه هذه الصيغ أضعف من التي قبلها من جهتين. الجهة الأولى لاحتمال عدم السماع. لقوله أمرنا. فقد يكون آه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الأمر من فهم الصحابي. وليس هو نص النبي صل وليس هو نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذين الاحتمالين ردوا عليهما سهل، الاول أجمنا عنه قبل فان الاصل ان الصحابي لا ينقل شيء الا سمعه والنادر هو ان ينقله عن غيره من الصحابه. الامر الثاني ان الامر له صيغه وصيغه الامر ماخوذه من العربيه واعلم الناس بالعربيه هم الصحابه. فكيف نقول ان الصحابي يفهم الامر من صيغه ثم يأتي من هو بعده بقرون ممن دخل لسانه اللكنة فإن اللكنة دخلت على الناس بعد المئة من الهجرة ويقول بل إن صيغته لا تدل على الأمر فهذا يدلنا على أن أعلم الناس بصيغ الأمر ودلائلهم الصحابة وهذا معنى قول المصنف هو حجة عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وممن نص على ذلك الإمام أحمد فقد ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد احتج بوجوب زكاة الفطر بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الزكاة صاعا فقوله فرض علينا بمعنى امرنا اوجب علينا ونحو ذلك مما يدل على ان عامة اهل العلم على انها حجة في الدلالة على الحكم اي الدلالة على الحكم الامر او النهي ونحوه وهذه المسألة أي أن الأمر هو قول الأكثر حكى العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح نفي الخلاف فقال لا أعلم خلافا في هذه المسألة إلا خلافا ضعفه لداود الذي ذكره المصنف بعد قليل عن داود وعن بعض المتكلمين قال وهذا خلاف ضعيف مردود أي شاذ لا عبرة به نعم قال خلافا لبعض المتكلمين المراد للمتكلمين الذين خالفوا في هذه المساله هم المتكلمون الذين خالفوا المساله السابقه وهم ابن الباقلاني فيما نقل عنه قال ونقل عن داود قولان المراد بداود داود الظاهري نقل عنه قولان فنقل ان هذه الصيغه لا حجه فيها ونقلها ابو الحسن الخرزي والصيغه الاخرى نقلها عنه ابن بيان القصار فقال إن أبا داود إن داود عفوا إن داودا إن داود الظاهري يقول إن هذه الصيغة حجة قالوا ونقل الثاني مقدم على نقل الأول لأن الثاني كان ملازما لمذهب داود عالما به وأما الأول فإنه وإن نسب لمذهب الظاهرية إلا إنه على التحقيق من الحنابلة وذكرت الحديث فيه وتفصيل يعني هل هو من الحنابلة من الظاهرة في الدروس الأولى من حديثنا وإذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر خلافا لقوم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال أي قال الصحابي أمرنا أو نهينا بالبناء للمجهول من غير إضافة الأمر أو النهي للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون حجة أم لا؟ هذه الصيغة يرد عليها السؤالان السابقان أو الاحتمالان السابقان وتزيد باحتمال ثالث. الاحتمال الأول انه لم يكن قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثاني فهمه للامر على غير وجهه او النهي على غير وجهه. الاحتمال الثالث الزائد عن الصيغه السابقه وهو احتمال ان يكون الآمر او الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يكون احد الامراء اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او من بعده، فيكون من باب السياسه. وهذه الصيغ وهي البناء المجهول امرنا ونهينا، يدخل فيها الصيغ التي في معناها مثل وقت لنا كما نص على ذلك الغزالي وحرم علينا وهكذا قال فحجه في ثبوت الحكم ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عند الاكثر وهذا القول جزم به اكثر العلماء ممن جزم به من الحنابله ابو الخطاب وابن عقيل والمجد وحفيده في الصارم وغيرهم من اهل العلم قال خلافا لقوم هؤلاء القوم الذين خالفوا بهذه الصيغه هم جماعة نقول انهم فرقتان او او لهم رأيان. الرأي الاول الذين قالوا ان هذه الصيغة ليست حجة مطلقا. وقال بها الكرخي من الحنفية وابو بكر الرازي صاحب كتاب الفصول وابن الباقلاني وامام الحرمين واكثر مالكية بغداد. وقال بها من الحنابلة شخص واحد وهو علاء الدين الكناني. فقد نقل عنه حفيده أحمد بن إبراهيم بن نصر الله أن جده أي لأمه علاء الدين الكناني نظر عليها أي نظر على المسألة الأولى قال فيها نظر ففهم حفيده أنه ممن يخالف فيها فيكون قوله شبيها بقول أكثر مالكية بغداد وكثير من الحنفية ذكرتهم قبل قليل وإمام الحرمين الفرقة الثانية أو, 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 أو الرأي الثاني في المخالفة في هذه المسألة وهو ابن دقيق العيد، فان ابن دقيق العيد كان يفرق بين كبار الصحابه وفقهائهم وغيرهم من الصحابه، فيقول ان من كان من كبار الصحابه فقال امرنا او نهينا فانه يكون محمولا على الرفع فيكون حجه. وان كان من غير اكابر الصحابه فلا لاحتمال الخطا منه في من هو الامر، واحتمال الخطا منه في فهم الامر. وهذا رايه. وعلى العموم هذه الاحتمالات التي اوردوها الثلاثه كلها احتمالات بعيده. والصحابه رضوان الله عليهم انما اتوا بلفظ امرنا ونهينا في مقام الاحتجاج. ولا يخرج منهم هذا اللفظ في مقام الاحتجاج الا وقد كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. لانه مستقر عندهم انه لا حجه الا من كلامه صلى الله عليه واله وسلم. من الادله على هذا او من الامثله على هذه في قوله امرنا او نهينا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص ان اباه سعد رضي الله عنه قال امرنا بوضع الايدي على الركب. هذا الحديث يدل على وجوب وضع اليدين على الركب. وهنا فائده تتعلق بحكم المساله كثير من المتأخرين لا يذكر أن من صفة الركوع الواجبة وضع اليدين على الركبة وإنما متأخر الفقهاء يقولون يكفي انحناء الظهر ما قالوا يكفي يقولون وحد الركوع انحناء الظهر لأنه يعني قالوا يكفي فهو نفي للزائد وذكر بن مفلح رحمه الله تعالى في حاشيته على المحرر أن هذا الحديث يدل على الوجوب على أصول وقواعد المذهب وهذه هي القاعدة لأن المعتمد عندنا أن قول الصحابي أمرنا يدل على الوجوب، فلا يكون ركوع إلا بوضع اليدين على الركبتين. <applause> قال ونص الإمام أحمد عليه كذلك، فإن أحمد قد نص على لزوم وضع اليدين على الركبتين. قال ولم أجد أحدا من المتأخرين قد نص عليها ومقتضى كلامهم وقواعدهم أنها تكون واجبة. وإذا لم يذكر هذه من المتأخرين إلا بعض الشراح المتأخرين أظن إما في الغاية أو في شرح الغاية وأما عامتهم فقد أغفلوها والصواب إثباتها أي وجوب وضع اليدين على الركبتين ليكون الفعل ركوعا نعم. ومثل ذلك من السنة واختار أبو المعالي لا يقتضي سنته عليه السلام نعم قال ومثل ذلك أي ومثل الخلاف السابق في قوله أمرنا ونهينا قول الصحابي من السنة وهذه كثيرة جدا في أقوال الصحابة منها قول علي رضي الله عنه من السنه لا يقتل حر بعبد وقوله رضي الله عنه من السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره اخذ منه احمد ان وضع اليدين على الصدر مكروه لان علي رضي الله عنه قال من السنه ذلك فهو محمول على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت حديث احمد انكر حديث وائل او زياده التي جاءت في حديث وائل انه جعل يديه على صدره فكرهه وذلك فقهاء يكرهونه تبعا لاحمد لعدم ثبوت الحديث ونكارته وقالوا ان اقوى ما في الباب حديث علي وهو محمول على الاتصال من السنه وضع الكف على الكف تحت السره والحديث عند داود كذلك ما في الصحيحين ان انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا فدل ذلك على انها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة في كل أربعين فما فوقه جمعة وهذا من أقوى الأدلة في أن الجمعة يشترط لها يشترط لها أربعون في العدد والحديث رواه الدار قطني وهكذا إذا فقول الصحابة من السنة كثيرة جدا طيب آه قوله هو مثل ذلك أي أنه حجة وقد نص الإمام أحمد على أن قول الصحابي من السنة كذا أنه يكون حجة فقد نقل عن أحمد لما ذكر له حيث بن عمر مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو مال مبتاع قال أحمد صار الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة وهذا نص صريح على أن قول الصحابي مضت السنة أو من السنة ونحوها من العبارات أنه يكون حجة وكل من خالف في الصيغة أمرنا خالف كذلك في قوله من السنه ومنهم ابو المعالي فابو المعالي خالف الصيغتين معا قال واختار ابو المعالي طبعا نص على ذلك في كتابه التلخيص ولم اقف عليه في البرهان قال واختار ابو المعالي لا يقتضي سنته عليه الصلاه والسلام اي ان هذه الصيغه لا تقتضي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانها تحتمل ان تكون سنه الخلفاء الراشدين بعده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبعا هذا القول فيه من نسب له انه ليس قولا لي ليس له حكم مرفوع نقل ان الشافعي له قولان في المسأله فقوله القديم ان قول الصحابي من السنه يكون محمولا على الرفع والقول الجديد للشافعي فيما نقل عنه وعبرت بما نقل عنه لأن بعض الشافعية شككوا في نسبة هذا القول الشافعي والقول الجديد للشافعي أنه ليس محمولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من المسائل عند الأصوليين التي قالوا إن العمل عند الشافعية على قول الشافعي القديم للجديد هناك مسائل فقهية وهي بضع عشرة مسألة جمعها المناوي والنووي وغيرهم وهناك مسائل أصولية على القول القديم للشافعي إلى الجديد منها هذه المسألة إن صح نسبة هذا القول الجديد والقديم للشافعي <applause> كثير من الحنفية يؤيدون هذا القول كما قلت لكم كالكرخي ومنهم أيضا أبو بكر الرازي عليه رحمة الله هو من كبار العلماء ومن المتأخرين انتصر لهذا القول البابرتي في شرحه لمختصر بن الحاجب فقال آه إن هذا إذا أطلقه الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتمل أن يكون على سنة الخلفاء فلا يكون حجة حينئذ. وهذا القول الذي نقل عن الشافعي في الجديد وبعض الشافعية وكثير من الحنفية نقل الشيخ الدين أنه يحتمل أن يكون رواية عن أحمد. فقد ذكر الشيخ الدين أن قول الصحابي هذا حكم الله أو هذا مما حرمه الله ورسوله أو هذا مما او من فعل كذا فقد عصى ابا القاسم او قوله هذا من السنه قال يغلب على ظني ان هذا الضرب لم يذكره الامام احمد في المسند فلا يكون عنده مرفوعا اي فيكون حكمه حكم الموقوف ثم قال ولهذا لم يروي احمد وامثاله في مسند الحديث عن رسول الله مثل ذلك وان كان غيره من العلماء يدخلون مثل هذا في الحديث المسند والحقيقة أن الشيخ تقي الدين أحسن حينما قال يغلب على ظني فإن في مسند الإمام أحمد ألفاظ من هذه منها ما جاء في حديث علي ذكرنا قبل قليل من السنة وضع الكف في على الكف تحت السرة ومنها قول بمسعود مضت السنة أن الرسل لا تقتل وغيرها وذلك فما بناه الشيخ رحمه الله تعالى من احتمال أن يكون رواية عن أحمد ليس كذلك بل أحمد أدخله في المسند المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف قوله رخص بالبناء المجهول بعض أهل العلم يدخلها في الخلاف السابق في مسألة أمرنا ونهينا وهي طريقة كثير من فقهاء الحنابلة لكن ابن عقيل قال إن رخص حجة بلا خلاف فلا خلاف فيها لأنه لا يكون الرخصة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أن يرخص وهذا القول من ابن عقيل وافقه أيضا عليه أبو الطيب الطبري من الشافعية فيما نقله عنه في المسودة نحن. مسألة طبعا قوله رخصة أي إذا قال الصحابي رخصة نحن. إذا قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب والمقدسي خلافا للحنفية وأطلق في الكفاية احتمالين نعم. قال وإذا قال أي قال الصحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وهذه امثلتها كثيره مثل قول الص... قول ابي سعيد كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام آه ومثل قول عمر رضي الله عنه آه كنا نرمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كثير جدا وقول جابر المشهور كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونحو ذلك اي ونحو ذلك من الصيغ مثل ان يقول كنا نقول أو كنا نرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عكس ذلك بأن يقول كنا لا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك قال فحجة عند أبي الخطاب أي أبي الخطاب الكلوذاني فيكون حجة من غير تفصيل ولكن طبعا حجة عند أبي الخطاب والمقدسي والمراد المقدسي هو الموفق ابن قدامة في الروضة لكن ما الدليل على كونه حجة طبعا وأغلب فقهاء الحنابلة على أنه حجة لكن ما الدليل على كونه حجة أو المستند لكونه حجة قالوا ثلاث طرق للحنابلة ثلاث طرق التي تدل على قول الصحابي كنا نفعل ذلك على أنه حجة الطريق الأول من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم فكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فإنه يكون حجةً وسبق معنا أن التقرير إنما يكون إذا علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عدا ذلك الحالة الثانية أو, أو, أو الوجه الثاني قالوا لتقرير الله لهم وهذا ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عنه في التحبير وقال إنني لم أجد أحد من الأصولين أشار إليه ومعنى تقرير الله عز وجل لهم أنه لا يفعل الصحابة شيئاً ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان حراما الا ولا بد ان يعلم الله عز وجل نبيه به فان الله عز وجل لا يبقيهم يعملون امرا حراما في عهده صلى الله عليه وسلم الامر الثالث انه حجه لفعل لكون فعل الصحابه حجه ومن اصولنا ان فعل الصحابه حجه ويقوى إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة لأحد احتمالات ثلاث أوردها العلماء. قوله خلافا للحنفية أي أن الحنفية لا يرون ذلك حجة لأنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه. نقول نعم هو كذلك لكن لنا مستند آخر من جهة فعل الصحابة أو تقرير الله عز أو تقرير الله عز وجل لهم على ذلك. وقول الحنفيه هذا قال به القاضي ابو يعلى احتمال كما سياتي بعد قليل قال واطلق في الكفايه احتمالين اطلق اي القاضي ابو يعلى في الكفايه كتابه الكفايه من كتبه القديمه احتمالين اي احتمالين في المذهب الاحتمال الاول ان يكون حجه مطلقا موافقا لقول ابي الخطاب وابي محمد بن قدامه والاحتمال الثاني أنه ليس بحجة والاحتمال الثاني هو وجه جزم به في المسودة لماذا قلت هذه المسألة هنا فائدة تعرفون أن صاحب الإنصاف قال الاحتمال هو الوجه غير المجزوم به فإذا جزم به أحد من أصحاب الوجوه جزم بأنه وجه فهنا صاحب الكفاية الذي هو أبو, أبو يعلى لم يجزم بأن القول بانه ليس بحجه مطلقا وجه وانما جعله احتمال. لكن في المسوده جزم بانه وجه فحينئذ نقول وهو وجه عندنا فقول الحنفيه وجه ايضا عند الحنابله. نعم. وقال الشافعي. قال الشافعي ان كان مما يشيع كان حجه والا فلا. نعم قال وقال الشافعي اي الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان كان مما يشيع اي ان كان هذا الامر الذي قال الصحابه كنا نفعله مما يشيع بمعنى انه من الامور الظاهره التي مثلها تشيع. وتكون مذاعة ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة والا فلا اي وان لم يكن كذلك فلا يكون حجة وهذا القول وهو قول الشافعي رجحه ابو البركات المجد بن تيمية الحراني ورجحه كذلك ابن قاضي الجبل الدمشقي فرجح هذا القول وهذا القول ايضا نقل بعض المتاخرين انه احتمال لابن مفلح وهذا القول يعني متجه في جعله يعني قو أقوى من احتمال الذي قال به الحنفية إذا صار عندنا في المسألة ثلاثة أوجه أنه حجة مطلقا أنه ليس حجة مطلقا أنه يكون حجة إذا كان مما يشيع يشيع نعم وقوله كانوا يفعلون نقل للإجماع عند القاضي وابي الخطاب نعم قوله أي أيوة قول الصحابي كانوا يفعلون هذه المسألة السابقة هي كنا نفعل. وهذه المسألة كانوا يفعلون أي الصحابة. ولذلك للأصوليين من الحنابلة طريقتان. منهم أي من الحنابلة من يقول إن قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون سواء لا فرق بينهما. فالحكم فيهما سواء. وهذه طريقة جماعة منهم ابن الحافظ في التذكرة. وهي التي قدمها المرداوي. ومنهم من يقول ان هناك فرقا بين قول الصحابي كنا نفعل وبين قوله كانوا يفعلون. فقوله كانوا يفعلون اقوى من قوله كنا نفعل. لان قوله كانوا يفعلون تدل على اشتهاره بين الصحابه عموما. ففيها معنى الاجماع. وبناء على ذلك فقد تحتمل ان تكون اجماعا كما سياتي بعد قليل. والذي سنمشي عليه هي طريقة المؤلف هنا وهو التفريق بين كانوا يفعلون وبين قوله كنا نفعل طيب قوله كانوا يفعلون نعم قال نقل الإجماع عند القاضي وأبي الخطاب هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال إذا قال الصحابي كانوا يفعلون ففيها ثلاثة أقوال القول الأول أنها إجماع وهذا القول هو الذي قال به القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم. ومشى عليه كثير من المتأخرين. من أمثلة استخدامهم في الدليل أنه قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: كانوا يعطونها أي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. استدل فقهاؤنا بهذا الحديث على جواز إخراجها أي إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. قالوا ودليله الاجماع فهذا اشاره الى الاجماع اي الى جميعهم نص على ذلك ابن قدامه والبهوتي في شرح المنتهى فهذا من طرق استدلالهم انهم يستعملون كانوا للاجماع يرون انهم للإجماع الظني الذي كان في عهد الصحابه قال وليس بحجه عند اخرين هؤلاء الاخرون الذين قالوا انه ليس بحجه نسبه في المسوده لبعض الشافعيه وذكر المرداوي أن بعض المتأخرين من أصحابنا جزم به ولم يسمي من الذي جزم به من متأخر الصحابة من عفوا استغفر الله من متأخر أصحابنا أو من أصحاب من أصحاب الإمام أحمد نعم متأخر أصحاب الإمام أحمد وإنما قال جزم به بعض المتأخرين لكن ربما يقصد ابن حمدان فإن ابن حمدان في المقنع قال إن قول الصحابي كانوا يفعلون محمول على قول الأكثر لا على قول الجميع فلا يكون إجماعا وإنما يكون حجة لقول الأكثر. نعم. مسألة قول التابعي أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي عند أصحابنا لكنه كالمرسل. نعم، هذه المسألة وهي قول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. قال المصنف إنه كالصحابي أي كقول الصحابي لهذه الصيغ تماما. في حكاية الخلاف السابق أهو حجة أم ليس بحجة مطلقة أم أنه حجة إذا كان الأمر مما يشيع ولا يخفى قال لكنه كالمرسل أي يأخذ حكم المرسل لعدم معرفة بالصلة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا إن شاء الله في الدرس الذي بعد القادم هل المرسل حجه عند اصحابنا ام لا سنطيل فيها لانها مساله مهمه جدا قول التابع من السنه كثير جدا الاستدلال به عند علمائنا اضرب لكم بمثالين فقط من الامثله ما ثبت عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى انه سئل عن عقل اصبعي المراه فقال فيه عشر من الابل فقال اصبعان قال فيه عشرون من الابل قال فثلاثه قال فيه ثلاثون من الإبل قال فأربعة قال فيه عشرون من الإبل فسأله السائل فقال لما كبرت مصيبتها قل عقلها قال سعيد بن مسيب يا أخي إنها السنة فهذه أخذ منها أن دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث فما زاد عنه فإنها تأخذ نصف دية الرجل وأقوى حجة لهم هو حديث سعيد هذا في الموطأ وسعيد قال من السنة كذا فهو من مراسيل سعيد فكأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أمثلة كذلك لاحتجاج فقهائنا بقول التابع من السنة ما ذكروه في كتاب صلاة العيدين أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ذكر أن من السنة أن يفتتح الخطيب خطبة الجمعة بتسع تكبيرات نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر وهكذا إلى آخره فهذه من السنه وهذه حكمه حكم المرسل وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود من كبار التابعين بل هو من الفقهاء السبعه كما قيل وابوه عتبه وجده عتبه بن مسعود يعني من من كبار الصحابه رضوان الله عليهم الرواه وعم ابيه عبد الله بن مسعود فهو من كبار التابعين فقها وان كان لم أدرك لم يدرك كبار الصحابه زمانا فجعلوا حديثه من المرسل وعملوا به فقالوا من السنه أن تفتتح الخطبتين يوم العيد بالتكبير قبل الحمدلله لظاهر هذا الحديث والنقل. نعم، قال لكنه كالمرسل أي يأخذ حكم المرسل وفيه روايتان في حجية سيأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين، نعم. وقوله كانوا كالصحابي ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل. نعم قوله أي قول التابعي كانوا آه يعني إذا قال التابعي كانوا كذا. وهذا يعني كثير جدا. وأكثر من يكثر من قوله كانوا إبراهيم النخعي ويأتي عن الحسن البصري قول كانوا وغيرهم وقد ورد كثيرا في كتب الفقهاء الاستدلال بقول التابعي بكانوا أضرب لكم على سبيل المثال من المواضع التي استدلوا بها أنهم استحبوا أن لا يصلي المرء بثوب واحد قالوا لأن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم ألا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين. استحبوا كذلك أن تكون الصلاة غبا ليست متوالية. طبعا دليله حيث عائشة الأصل لكن مما يدل عليه نصا قول إبراهيم كانوا يصلون الضحى ويدعون ولذلك قال وتستحب صلاة الضحى غبا لعدم المداومة. أيضا مما أخذ به فقهاؤنا أن أفضل صيغ التشهد الأول التشهد الذي عفوا التشهد ليس التشهد الاول وانما صيغه التشهد هو ما جاء في حديث ابن مسعود قالوا لسببين لانه الاصح اسنادا ولانه هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بخلاف تشهد ابن عباس وابي فانه علمهم ولم يقل يامر يا ان يعلموا تلك الصيغه ومما يدل على هذا الامر قول ابراهيم كانوا يتحفظون هذا التشهد يعني تشهد عبد الله بن مسعود تشهد عبد الله بن مسعود قال ويتبعونه حرفا حرفا فلا يسقطون منه حرفا ولا يزيدون عليه حرفا فيكون باب التلفيق كذلك أن فقهاءنا كرهوا أن المرأة يدفن في القبر في تابوت لما ثبت أن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون الدفن في الخشب بمعنى التوابيت وهكذا عشرات المسائل فقوله كانوا كالصحابي أي يأخذوا حكم الصحابي في إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا وتقدم معنا أن قول الصحابي كانوا على المعتمد أنها بمثابة الإجماع هذا هو المقدم الذي قدمه المصنف وقيل أنه حجة وليس إجماعا ولكن ذكر القاضي وغيره أنه كالإجماع قال ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل لأنهم قرنوها بها فقالوا قول الصحابي والتابعي كانوا حجة كالإجماع قال ومال أبو البركات قوله مال أبو البركات الحقيقة أن نسبة هذا القول سنفصله بعد قليل لأبي البركات فيه نظر ووجه ذلك أن المصنف نقله من ابن مفلح وابن مفلح قال مال بعض أصحابنا ولم يسمي أبا البركات المجد بن تيمية وإنما قال بعض أصحابنا ثم إن المرداوي بعده ذكر هذا القول ولم يقل مال أبو البركات وإنما قال مال الشيخ تقي الدين فنسبه لحفيده نبدأ أولا في نسبة هذا القول لأبي البركات نسبة هذا القول لأبي البركات فيه نظر فإن أبا البركات حكى هذا القول وحكاه وجها في المذهب وقال إنه قال به بعض الشافعية وذكر دليلا له وليس في سياق ما ذكر في المسودة ما يدل على أن أبا البركات مال له إذن فقوله مال فيه نظر وإنما هو وجه إنما أبو البركات حكاه وجها ولم يمل له. الأمر الثاني ما حكاه المرداوي وتبعه ابن النجار لأن ابن النجار لا يكاد يخرج عن المرداوي لا في الاختصار ولا في الشرح. أن هذا القول للشيخ تقييدين أيضا فيه نظر. لأن الشيخ تقييدين له كلام في الفتاوى الكبرى احتج بقول الزهري عندما قال كان الناس بأنه بمثابة الظاهر والمستفيض عند الصحابة. فمن باب اولى كيف يقول انه ليس بحجه؟ ولذلك لو قال المصنف وحكى ابو الخط ابو البركات وجها لكان أصوب لكان أصوب. لكن انا اظن اظن ان المرداوي نسب هذا القول للشيخ تقي الدين لانه وجد ان من مصطلح ابن مفلح انه يبهم اسم الشيخ تقي الدين كثيرا في اصوله. كثيرا ما يبهمه فيقول قال بعض أصحابنا ويعني به الشيخ تقي الدين وأحيانا أيضا يظهر اسمه لكن في كثير من الأحيان يبهم اسمه ربما استصحب هذا الوصف الكثير ولا أقول أغلبي فظن أن ابن مفلح ما قال وما بعض أصحابنا أن المراد ببعض أصحابنا الشيخ تقي الدين وفيه نظر نسبة لا للمجد ولا للتقي أو تقي الدين نعم قال ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة أي هذا القول ليس بحجة. قال لأنه أي لأن التابعي قد يعني به في إدراكه أي في من أدركه من الناس. قال كقول إبراهيم أي إبراهيم النخعي كانوا يفعلون وهذا كثير جدا مر معنا بعض مر معنا بعض أقواله رحمه الله تعالى في ذلك. قال كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. آه قول ابراهيم كانوا يفعلون هذا كثير جدا عنه. وابراهيم النخعي كانت له صيغتان. وهذا واضح لمن تامل الاثار المسندة عنه وخاصة في مصنف ابن ابي شيبة فقد كان ينقل كثيرا من اقوال ابراهيم النخعي. فانه تارة يقول كانوا ويسكت. وتارة يقول كان اصحاب عبد الله يفعلون كذا. فاحيانا يصرح باسمهم واحيانا لا يصرح. فعند عدم التصريح ما المراد بقوله كانوا قيل ان المراد بقولهم كانوا اصحاب ابن مسعود لا الصحابه نص على ذلك الطحاوي فقد ذكر الطحاوي ابو جعفر رحمه الله تعالى في شرح معاني الاثار ان ابراهيم اذا قال كانوا فانه يعني بذلك اصحاب عبد الله ثم انه بعد مجلدات في الجزء الرابع قال ان ابراهيم اذا قال كانوا يفعلون كذا فهو محتمل بين ان يكون قول الصحابه او قول اصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو محتمل إذن الطحاوي تردد مره جزم بان قوله كانوا يقصد بها يقصد بهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عفوا اصحاب عبد الله بن مسعود ومره تردد بينهما وعلى العموم فإن كثيرا من أصحاب الإمام أحمد كانوا إذا أوردوا أثرا عن عبد الله أو عفوا عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يفعلون كذا فإنه يقصد يقول إنهم إنه بمثابة حكاية الإجماع فكان يقول إذا فكان يقول إذا نقل كلام إبراهيم كانوا يقول يقصد جميعهم أو بأجمعهم وممن استخدم هذا هذه الطريقة القاضي أبو يعلى في كتابه الطب والموفق بن قدامة وغيرهم من الحنابلة. طيب آه هذا القول الذي أورده المصنف أنه أن قول عبد الله بن مسعود أن قول إبراهيم يقصد به أصحاب عبد الله بن مسعود رد عليه بن وقال إنه ممنوع ومراده بأنه ممنوع أي لا نسلم لكم ذلك بل إننا نفرق بين قول إبراهيم قال أصحاب ابن مسعود وبين قول كان اصحاب مسعود وبين قوله كانوا فانه اذا قال كانوا واطلق فانه محموله على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او على عموم المسلمين لا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون محمول على على الجميع فيكون اجماعا كما قال القاضي ابو يعلى نقف عند هذه الجزئيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا اخونا يقول هل يصح ان ينسب الى العالم قول ما نص عليه نعم فهمت السؤال يعني اخونا يقول يعني من لخص كتابا لغيره هل يصح له هل يصح ان ننسب ما في التلخيص للملخص ام ننسبها لصاحب الاصل؟ نقول اصل انه ينسب لصاحب الاصل الا بعض الملخصين ومنهم مثال اورده المصنف وهو الجويني في كتابه التلخيص فان الجويني لم يكن ملخصا فحسب وانما كان يلخص ويبدي اراءه ولغته واضحه في التلخيص. ولذلك فإن الشيخ عبد العظيم الديب له مقارنة يسيرة في بين التلخيص والبرهان وفي مقدمة المحقق مقارنة أوسع بين التلخيص والبرهان وكيف أن هناك اختلافا بين اختيارات الباقلاني أيضا وبين اختيارات الجويني ذكرها مقدم المحقق للتلخيص في أول كتابه يقول لم يظهر لي وجه القول بتوثيق الصحابة لأنهم عدول إذ قد يوجد الخطأ والنسيان من العدل لا بل هم آه ثقات وعدول معنا لأن العدل يطلق بمعنيين آه معنى العدل الثقة وبمعنى العدل وإن اختل فيه شرط الثقة والضبط بمعنى الضبط للرواية والصحابة رضوان الله عليهم وصفهم بالعدالة يغني عن النظر في ضبطهم الرواية لأنه ما عرف عن أحد منهم أنه أخطأ في ضبطه إلا حرفا أو حرفين وفي الغالب أن الصحابة يبينونه له لقرب العهد به صلى الله عليه وسلم نعم هذا أخونا يقول ماذا نقول في كلام موفق مع قول ابن مفلح نقول ابن مفلح علق قال إني لم أجدهم سبقوا وابن موفق قبله فابن يرد على على الموفق ابن مفلح بعده فهو يرد على الموفق ويرد على كلام المتأخرين هذا أخونا يقول ما حكم أخذ الموظف المسؤول عن المشتريات مالا من البائع ليشتري منه ما حكم أخذ الموظف المسؤول عن المشتريات مالا من البائع ليشتري منه. يعني إذا كان يقصد أن الموظف على المشتريات يأخذ مالا ألم من البائع من البائع الذي هو يعني صاحب العمل ليشتري منه يعني ليشتري من البائع نقول يجوز ذلك لأن أخذه من البائع قرض فاقترض من البائع مالا ثم اشترى منه فيجوز ذلك لأن الشخص يجوز له أن يتولى طرفي العقد إلا في حالتين، تعرفونها؟ الحالة الأولى، طبعاً على المذهب وهو الصحيح لا شك دليلاً، الحالة الأولى <applause> إذا كان العقد مما يلزم فيه التقابض كالصرف، فلا يجوز فيه تولي طرفي العقد. الحالة الثانية إذا كان فيه تهمة، وهذا لا تهمة فيه، ولا يشترط فيه التقابض، فيجوز له أن يقترض من صاحب العمل مالاً، ثم يشتري بهذا المال من البضاعة الموجودة عنده. لا مانع منها البتة. نعم. اه طيب. نعم. طيب. واضحة واضحة المسألة. طيب. عندنا مسألة يجب أن نفرق بين اثنين. بين من يكون نائبا عن بيت مال المسلمين أي وظيفة عامة وبين من يكون نائبا عن تاجر إما أن يكون مندوب مبيعات إما أن يكون غيره. فالأول لا يجوز له أن يأخذ من غيره شيئا بشرط أو بدون شرط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فقوله العمال أي نواب النبي صلى الله عليه وسلم ونواب بيت المال أي وظيفة حكومية إن صح التعبير أو عامة بناء على التغير القانوني في مسميات الوظائف قلنا هدايا العمال غلول والغلول معناه الأخذ من بيت مال المسلمين فدل على أن الهدايا إنما هي خاصة لمن توظف في مكان عام انتهينا الحالة الثانية أن يكون المرء نائباً وكيلاً موظفاً عاملاً مندوباً لرجل ليس من بيت مال المسلمين وإنما يمثل شخصه. فهذا الرجل نقول هو وكيل. هل يجوز له أن يأخذ مالاً عند الشراء أو عند البيع؟ عند الشراء إذا أراد أن يشتري للمنشأة التي هو يعمل فيها فيقول سأشتري منك في مقابل كذا. عند البيع سأبيع لك في مقابل كذا. نقول إن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون صاحب العمل قد منعه منعًا صريحًا فحينئذ لا يجوز له ذلك، لا لكونها غلولًا وإنما لكونها إخلال بالأمانة. الحالة الثانية أن يكون قد أذن له، قال خذ طبعًا إخلالًا بالأمانة وبالعقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الحالة الثانية أن يكون قد أذن له مطلقًا فحينئذ يجوز، وهذا كثير جدًا. من ابسط او من اشهر الصور الذي يعمل في مطعم وصاحب المطعم يقول العامل يجوز لك ان تاخذ الهديه التي تاتيك من من الموظفين باي اسم لها سواء سميتها بخشيشا او غيره سميها ما شئت فهذا اذن له ان ياخذ مع انه باع او اشترى فاذن له هذه الحاله الثانيه الحاله الثالثه ان يكون لم ياذن ولم يمنع وانما سكت فنقول اذا سكت فله حالتان كذلك الحالة الأولى أن يكون في أخذه المال غش في السعر أو في المواصفات أو في الوقت أو في الجودة أو في غير ذلك في السعر يقول أشتري منك بعشرة وغيرك يبيع بتسعة أو, أو أقل في المواصفات واضح في الوقت ينقطع الوقت أكثر وقت يذهب لهذا الذي أعطاه والثاني لا يعطيه من وقته شيء وهكذا فنقول حينئذ يكون فيه غشا فحينئذ آه يكون قد ضر صاحبه فلا يجوز له ذلك فيكون من باب الغش ولا شك وقد أخذ الله عز وجل على المؤمن ميثاق الوفاء بالعهد والأمانة الحالة الثانية إذا لم يكن فيها غش ولم يكن قبل ذلك قد أذن له أو منعه فنقول أيضا لها حالة الحالة الأولى أن يعطى من غير طلب والثانية أن يطلب فإن أعطي من غير طلب جاز لأن الأصل الجواز وهو لم يغش ولم يأتي في العقد ما يمنع فحينئذ يجوز أما إن طلب وهذه هي صورة المسألة معنا يقول سأشتري منك على أن تعطيني كذا فالغالب أنه لا يطلب إلا ويزاد في السعر لأنه سيأخذ نسبة فأنا أقول الغالب فحين ذاك مدام من هذه الهيئة فإنه لا يجوز وأما إن كان هو السعر السوق وليس فيه فهو محتمل، لا أقول جائز وليس بجائز، لكنه محتمل، تحتاج إلى تأمل. لكن إذا كان بشرط منه ففيها إشكال، أما إذا كان بشرط وبرضا فانتهينا أنها جائزة. نعم، هذا أخونا يقول لا ي قال ابن رجب: لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولاً واحداً، وبنقد آخر روايةً. ويجوز بيعه بعرض روايةً واحدة. قال ما المراد ما المقصود بجواز بيع المحلى بالعرض؟ عندنا العرض يقابله ما يسمى بالنقد. إذا قلنا عرض فيقابله النقد، والنقد هو الذهب والفضة، انتهينا. إذا إذا أطلق العرض في مقابل النقد فهو كل ما ليس ذهبا ولا فضة. فيسمى عرضا. طيب. النقد هو الذهب والفضة. ما معنى المحلى؟ المحلى هو أن يباع شيء فيه ذهب، مشوب، مخلوط بالذهب. إما أن يكون على شيء على شكل المشعب فينحت ويجعل فيه أو على شكل المربوط مثل ما جاء في حي زيد بن أرقم أنه باع عقدا فيه ذهب فنهى, فنهى الصحابة معاوية أن بيع حتى يفصل الذهب عن العقد نفسه فهذا معنى المحلة يعني أنه يباع اثنان ذهب مع غيره فلا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب وهذا معنى قوله بيع المحلى بجنس حليت حليته لا يجوز قولا واحدا. من امثله المحلى، اعطيك بعض الامثله. من امثله المحلى لو ان هناك اناء فيه ذهب او فيه فضه ويمكن استخلاصها فلا يجوز بيع هذا الاناء بالذهب ان كان محلا بذهب ولا يجوز بيعه بفضه ان كان محلا بفضه، لان هذا من جنس المحلى به، قولا واحدا. مثال اخر عنده العقد. من كان عنده عقد وهذا العقد فيه حجارة إما من ألماس أو من آه الزجاج هذا كريستال نعم فلا يجوز بيعه بالذهب لماذا؟ لأنه محل به مخلوط مشترك بي فيه ذهب وزجاج فلا يعرف مقدار الذهب ليباع بالذهب وعندنا قاعدة أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلحينئذ لا يجوز فيكون شبيها بمدِّ عجوة ودرهم بدرهمين، نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. من رأى هذا. إذا هذا بيع المحلى بجنسه حلية بجنس حليته قولاً واحداً لا يجوز. قال وبنقد آخر روايتين: إناء محلى بالذهب تبيعه بفضة يجوز. طيب، عقد من حديد وفيه أجزاء من ذهب. فيه حلق من ذهب حلقة, حلقة من ذهب وحلقة من حديد. هل يجوز بيعه بالفضة أم لا؟ هذا الذي هو بنقد آخر، فيه روايتان، قيل يجوز وقيل إنه لا يجوز، والصحيح إنه يجوز. والوزنية هنا لا أثر لها، لأن, لأن التماثل إنما يكون فيما كان من جنس واحد. وأما إذا كان من جنسين فلا يشترط فيه التماثل. قال: ويجوز بيعه بعرض. يجوز أن تبيعه ب... بأي عرض آخر، تبيعه ب... بكأس، بغنم، تبيعه بسيارة فتجعل الثمن شيئا اخر غير الذهب والفضه يجوز. والحديث يعني والمسأله واضحه جدا وليس فيها اي اشكال. طيب قال قول ابراهيم كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره هل يحمل على عموم الصحابه ام لا؟ آه لا هو هو حمله السلف مثل الامام احمد على التفريق بين حالين. بين حال ما كان قبل نزول البلاء وما يكون بعد نزول البلاء. فقال أما قبل نزول البلاء فإنه مكروه وهذا الذي يحمل عليه عمل الصحابة جميعا وما نقل عن بعض الصحابة كبمسعود مسعود عفوا كعائشة رضي الله عنها وغيرها أظن ابن عمر رضي الله عنه فهو محمول على أن الرقية أو التميمة تكون بعد نزول البلاء نقل كلام الإمام أحمد وفصله أبو يعلى في كتاب الطب بهذا التفصيل ذكرت لك وهو محمول على كانوا آه يعني يكرهون التمائم اي قبل نزول البلاء محمول على ما قبل نزول البلاء وما بعده فهو الذي فيه الرخصة هذا عندهم طبعاً فيه الرخصة على الخلاف انتهت الاسئله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد